أكيد حبيتوا قصص العرايس اللي هربوا من عرسهم ليلة العرس، وعجبتكم فكرة إنهم يمحوا الماضي ويركضوا ورا الحرية الجديدة. بس شو مشان اللي بقوا ورا؟ فكرتوا فيهم؟ شو عم يصير معهم؟ إذا مستعدين رح نبدأ. رح أشرح لكم شو ممكن يعمل شاب قلبه انكسر وجرب الوجع. شكراً. بلا ليمون بيضرب طعمة الشاي. تفضلوا. شكراً لك. المهم وين كنا؟ قلت لي اشتغلت سنين أنت والشيف أيوب؟ مع أيوب وطباخين غيره. كتبت لكم أسماءهم. لما حكاني الشيف أيوب قال إنك ماهر بالطبخ الفرنسي، بس غريبة ولا مرة سمعت اسمك. أمور عادية. يعني حتى أنا ما كنت بعرف إنه في مكان مثل هذا لحتى الشيف أيوب قال لي. يعني صارت معادلة بمجهولين. بس النتيجة لازم تكون مميزة، احتمال ما يضل حدا ما بيعرفك أو بيعرفنا. هي هي نيتي بالضبط، نصير حديث الناس. بس نحن فعلاً إلنا اسم بين الناس، وأنا كمان واثق إنه صار إلكن اسم. يعني مديرات حلوين مثلكن شي نادر إنه يتواجدوا بمجالنا. مو هيك كان قصدي. حق جاملكن. مينو الأكلات بمطعمنا دقيقة كتير، لأنه الست ناز هي اللي اختارتها. مينيو ممتاز، بس النتيجة وسط. كيف عرفت؟ كنت مهتم أني زور المكان اللي رح أشتغل فيه. ممتاز. جيت على المطعم وطلبت وجبة. بتكون الحقيقة أنتو بحاجة ماسة لي، ومشان هيك طلبت تقابلنا مع أنك بتعرف أنه عنا شيف موظف؟ لأنه أيوب طلب مني دق وقال لي أنتو محتاجين شيف جديد لمطعمكن، لهيك جيت. حسب ما فهمت رح يكون عندك اقتراحات جديدة بتخص الشغل، صح؟ طبعاً. رائع، حلو كتير. شو عم يصير؟ عم تخططوا من ورائي؟ شو عم تحكي؟ إجا للتعارف مو أكتر عيب. من هيك. عيب عليكم، أنا مو غبي. سمحت. أصلاً كنت حاسس إنكم رح تعملوا هيك. شو ما عملت ما بيعجبكم. يا شيف لا تفهمنا خدو. غلط. هذا لك اللي طلبته وبالتوفيق. مبروك عليكم. تهنوا بالشيف الجديد وخلونا نشوف شو رح يصير. يا شيف ما بيصير هيك. لوين رايح؟ شيل بالك بس كلمة. شيف راح. شو بدنا نعمل؟ كبير كتير علي. أكيد رح تعطوني أصغر مو؟ بس دقيقة واحدة. استنى، ممكن تسمح لنا نحكي كلمتين على انفراد؟ شوي. بس ثانية. صوتي. ايه؟ شو الحل؟ جوكان لا تنشغل كتير بالشوربة. كيف الشغل بورجو؟ كتير منيح. جهز العجين؟ ايه جاهز. لك عن عطولك جوكان، خلوه يبلش الشغل بسرعة. تطلع على حدا؟ ايه على الكل. عفوا مين انت؟ فرات الشيف الجديد.